والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أولا، بعد شكر الله تعالى، أرحب بالإخوة والمشايخ والأفاضل في هذه المحاضرة المتواضعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل والسامعين أجمعين. ثانيا، نحن ما جئنا لنشتم الناس أو نغتابهم كما يظن البعض، وبالذات الذين يعادون دعوة التوحيد والدعوة السلفية من أهل الطرق وغيرهم، وإنما جئنا لنبين حقائق للناس، لننقذ أنفسنا أولا من عذاب الله تعالى، ولننقذ إخواننا وآباءنا الذين أرادوا أن يسلكوا الصراط المستقيم ولكن بعضهم أخطأ سلوكه. ولا شك أن الجميع يدعي حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغه. ولا بد من كلمة الحق وقول الحق، والحق أحيانا قد يكون مرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وقد أوصاه بسبع وصايا، قال له: وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تصل أرحامك، وأن تقول الحق ولو كان مرا. فالحق أحيانا بيكون مر، بيكون حامض ما بيتبلع، لكنه كمان حق يسوي له شنو يعني خلوه، لأنك لو ما سلكت طريق الحق بتمشي النار والله. ودين الإسلام ما فيه طرق ولا فيه أحزاب ولا فيه طوائف ولا جماعات، وإنما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق. يعني الله قال: ولا تتبعوا السبل، يعني ما تتبعوا الطرق الضالة المنحرفة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني اتباع السبل واتباع الطرق المخالفة للكتاب والسنة بتفرقك وبتضلك عن سبيل ربنا وعن صراط ربنا المستقيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنا ما عندي كلام كثير لأن الوقت بعد العشاء والمشايخ والإخوة ما بقصروا، عندي كلام بسيط دار أبين منهج الطرق الصوفية، وقبل ما الناس تستعجل دار نشوفه صح ولا غلط من خلال الكتب اللي كتبوهم، ما كتبناه نحن، والبيبيعوها في السوق هم، ما بنبيعها نحن، والمعترفين بها بس كتاب واحد. أنا حقرأ لكم منه مقتطفات بسيطة، ونحكم على الكلام ده بالكتاب، كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعشان بعدين ما بزول منهم من أهل الطرق يقول لي: يا أخي أنت نبست النازل. أنا ما حنبزهم، حقرأ لك كلامهم وبقول لك الله قال فضل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال، بس تاني ما بقول أي حاجة في الكلام ده، والعلماء قالوا. أنت بعد ده صاحب العقل يا جماعة بميز كده. جيب الكتاب ده، كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، وأنا اخترت الكتاب ده بالذات لأنه الكتاب ده كل الطرق الصوفية بالسودان كلها، تجانية والسمانية والقادرية وغيرها، الكتاب ده مقتنع به، يعني ده مرجع لكل الطرق، حتى البرعي عبد الرحيم البرعي، هو ده كتاب اسمه نور ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، مدح المؤلف
بتاع كتاب الطبقات الكبرى ده اللي هو عبد الوهاب الشعراني. البرعي قال في هذا الكتاب، قال أسيدي الشعراني الناشر لعلم الله. وهو ده الشعراني، ده كتابه، وده الشعراني ذاته، وده علم الله القصد البرعي. نشوف ده علم الله ولا علم زول تاني. ده الكتاب اسمه الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. أقدر أقول لك بس زي أربعة كرامات أو خمسة تقريبا. الأولى صفحة 583، وده كتابهم يا جماعة. والكلام ده ما يعتبر غيبة، لأنه الغيبة ذاتها بتجب عديل، تكون واجب وتجوز في ست حالات. من الحالات نصيحة المسلمين وتحذيرهم من الشر. هسا كان جا واحد يتقدم لبيتك ساي دار يعرسها، دار يعرس بيتك، وانت عم البيت، انت عمها، وعارف الود ده زول بتاع بنجو وبتاع سكر ومخدرات، لكن ابو البيت اللي هو اخوك ده دار يديه وما عارف المعلومات دي، انه زول ده بتاع بنجو وبتاع سكر وبتاع عربده وما بصلي. اها، بتنصح اخوك وبتنصح بنت اخوك ولا ما بتنصحه؟ تنصحه، تقول لهم يا جماعه زول ده والله زول كعب، وانا قاعد اشوفه هناك في الظلمه سكران بخيط الشارع 7-8. فاذا كان ده في موضوع الزواج والعرس وموضوع دنيا، كيف موضوع الدين يا جماعه؟ موضوع الدين كيف؟ ليه الناس مصرين يقول لك دي غيبه وانتوا بتغتابوا الناس واهلهم مجره؟ الكلام النصيحه ما غيبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طيب الصفحة 583 من كتاب الطبقات الكبرى للطرق الصوفية، تأليف عبد الوهاب الشعراني، قال منهم الشيخ محمد الشربيني. الشيخ محمد الشربيني قال شيخ طائفة الفقراء بالشرقية، كان من أرباب الأحوال والمكاشفات، وكان رضي الله عنه يتكلم على سائر أقطار الأرض كأنه تربى فيها. ورأيته مرة وهو لابس بشتا من ليف وعمامة من ليف. طيب، ولما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر قال عزرائيل لقبض روحه، أول حاجة ما في ملك اسمه عزرائيل، ما في، ربنا ما عنده ملك وقال لنا اسمه عزرائيل، ده كلام باطل بتاع صوفية ساكن. اسم ملك الموت، ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب، قال حضر عزرائيل لقبض روح ابن الشيخ اللي هو اسمه أحمد الودة. طيب، قال له الشيخ لملك الموت ارجع إلى ربك. ارجع امشي. الله رسله، الشيخ رجعه. الله رسله قال له اقبض روحه، الشيخ قال لا. قال له ارجع الى ربك فراجعه فان الامر نسخ. فرجع عزرائيل وشفي احمد من تلك الضعفه وعاش بعدها 30 عاما. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيرد على الكلام ده. ربنا قال فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وربنا قال توفت رسلنا، لهم ملائكة، الملائكة ملائكة الموت، توفت رسلنا وهم لا يفرطون. الصوفية قالوا لا، ملك الموت والملائكة اللي بيقبض الروح بيفرطوا، لأنه الشيخ قال لا أرجع، فقام رجعوا. الكلام ده في حكم الشريعة الإسلامية كفر بالله، لأنه الله قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله داير يموت هسه، أحمد ده ولا غيره، ملك الموت يرجع، الشيخ يرجع ملك الموت، والود أحمد يعيش بعد 30 سنة؟ لعبوا؟ ده كلام باطل، بل كفر بالله عديل. دي الصفحة الأولى 583. الصفحة الثانية 306، ده الدسوقي، وده إبراهيم الدسوقي بتاع البرهانية، لأنه كتاب الطبقات الكبرى الكتابة شايفينه ده أصل وأرخ لجميع الطرق الصوفية.
طيب ده كمان ده كلامه عجيب مرة واحدة. قال وكان إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه يقول أنا موسى عليه السلام، يقول عن نفسه هو منه موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منه شيء، أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. في كفر لاقاك قدر ده يا جماعة؟ إبليس لسه ما حصل المرحلة دي حسب ما حكى القرآن، يعني إبليس ما قال كلام كفر زي ده حسب ما جاء في القرآن والسنة، ده دين الصوفية باختصار شديد، وده ما دار له كلام كثير ذاته. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا إنه جنة الفردوس حقت الله ما حقت الصوفية، لا برهانية ولا قادرية ولا سمانية ولا ختمية ولا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فردوس حقت الله ما حقت البرهانية ولا حقت الصوفية ولا حقت إبراهيم الدسوقي. الكلام ده يا جماعة نحن لو ما حاربناه، الكلام ده نحن لو ما حاربناه وبينا عقائد الصوفية الباطلة والشركية والعقائد الكفرية اللي عند الطرق الصوفية دي، الله بيلعننا كلنا. أي زول عنده علم وما بيتكلم في الكلام ده ربنا بيلعنه. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ناس بيدعوا إنهم الله عديل، والله بيدعوا إنهم الله عديل، ده كتاب الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، ده في النهاية قال أنا الواحد الأحد ذاته، ده القادرية، وده الكتاب البقرة فيه، ده كل الطرق الصوفية داخلة فيه. طيب بعد ذاك الصفحة 265 ده الشيخ اسمه أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي رضي الله عنه قال، كاتب كده لأنه ولي عنده، هذا بيسوي شنو؟ قال وحكى أنه نزل يوما في حلقة الشيخ اللي هو الشيخ أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي، قال رضي الله عنه حكى أنه نزل يوما في حلقة الشيخ شبح من الجو، في حاجة بردروب جات وقع من فوق، لا يدرى لا يدري الحاضرون ما هو، الحاجة اللي وقعت من السماء دي الناس اللي قاعدين ما عارفينها شنو. أها قال فأطرق الشيخ ساعة دنقر كده ساعة ثم ارتفع الشبح إلى السماء، أول ما الشيخ دنقر الشبح ده طلع تاني السماء فوق، فسألوه عنه قال له يا أبو الشيخ الحاصل شنو؟ فقال هذا ملك وقعت به هفوة فسقط علينا يستشفع بنا فقبل الله شفاعتنا فيه. يا جماعة والله الكلام ده، والله الأطفال الصغار والله بتاعنا الروضة ما يؤمنوا بالكلام ده لأنه فطرتهم فطرة سليمة، لكن ده دين الصوفية وده إيمان الصوفية اللي بيؤمنوا به. أشكي تلقى الصوفي الدرويش الحوار عند الشيخ يعمل له أي حاجة، شو له البريك يعصر له كل عينه، شفت كيف يرجف قدام الشيخ، ما يقدر يكون لابس طاقية في راسه قدام الشيخ، ده لو حي الشيخ لو مات ودفنوه في القبة ذاته، تلقى لو جاي يزور القبة ويتبرك به ويشرك به الله جوا القبة، لما دار يطلع خلاص انتهى وكفر تب ما بيقوم بيمرق يدي صلبه للشيخ، ما بيدي صلبه للشيخ والشيخ ميت، هاي بيرجع بورا كده بيرجع بورا يقول لك ما دار يدي صلبه للشيخ، دي عبادة. عشان كده البرعي في الكتاب ده قال
يا فقير أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير في كربك أندو بدغيثك دندو. وربنا قال خليك معي خليك معي هنا بس ما تخاف أصلا. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا أخي القرآن ده واضح. ربنا قال قل هو الله أحد براو الله الإله براو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب بعد ذاك قال وكان الشيخ إذا شاوره إنسان ده الشيخ المغربي ذاته إذا شاوره إنسان في شيء يقول أمهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل عليه السلام فيمهله ساعة ثم يقول له افعل أو لا تفعل على حسب ما يقول جبريل. ده قالوا شغالين مع الوحي جبريل طوالي وجبريل يا جماعة انقطع ما بينزل لزول. جبريل ما بينزل إلا للأنبياء والمرسلين. لو نزل لك ده إلا تبقى نبي إلا تبقى رسول إلا تبقى رسول عديل. طيب الصفحة 535 536 وده الكرامة قبل الأخيرة قبل الأخيرة 535 536 قال ومنهم الشيخ ومنهم الشيخ محمد الحضري رضي الله عنه المدفون بناحية نهية بالغربية وضريحه يلوح من البعد من كذا وكذا. وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة اللي هو محمد الحضري قال الولي ده ولي كبير قال عند الصوفية من مشايخ الطرق الصوفية الكبار. قال جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة قال لا اخطب لنا الجمعة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. ده ولي كبير عند الصوفية قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام قال. فقال الناس كفر وفعلا كفر ده كافر تب والناس أعقل منه. فقال الناس كفر مش يقول تبته سل السيف طلع السيف حقه ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع ما فضل ولا واحد. فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع. حس هذا الشيخ ولا رباط؟ أول حاجة كافر ثاني حاجة رباط. طيب ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم. قال فعددنا له ذلك اليوم 30 خطبة هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا. طيب آخر كرامة في الصفحة 597 597. وطبعا الكتاب ده فيه كرامات ما بتتقري. أنا لو قريت الناس كلها بتقوم جارية رجالا ونساء فيه قلة أدب أنا ما بقرأ لكن قاعد أجوا الكتاب ده صفحة 665 و666 و583 ده فيه كلام يستحي منه حتى الشماشة بتاعنا الشارع. دي كرامات عند الصوفية. تقال الشغلة فتة ساكت فتة متوم حمتني النوم ونوبة وشيخ ومغسل وشي يقول لك وشو ناهر كله كذب. طيب الصفحة 597 قال ومنهم سيدي بركات الخياط قال رضي الله عنه كان رضي الله عنه من الملاماتية. أنا بس بقرأ من الكتاب ولا دار أعلق كثير بالمناسبة. طيب الملاماتية وهو شيخ أخي أفضل الدين وشيخ الشيخ رمضان الصائغ الذي بنى له الزاوية. وكان رضي الله عنه يلبس الشاش المخطط كعمامة النصارى فيقول له الناس حشاك يا نصراني. وكان يخيط المدربات المثمنة وكان رضي الله عنه يقول لمن يخيط له هات معك فوطة وإلا يتسخ قماشك من ثيابي. قال لي هدومي دي إذا تلصقت بالقماش بتاعك هتعفن تتوسخ
جيب فوطه امسحها ليه؟ الزول ده بيسوي شنو؟ كراماته شنو الصوفي ده؟ نشوف الكرامه دي هل هي كرامه ولا قله ادب؟ قال: وكان دكانه منتنا قذرا لان كل كلب وجده ميتا او قطا او خروفا ميتا ياتي به فيضعه داخل الدكان. اي كلب عفن ميت او كديس عفن او خروف لو شهر عفن بجر ال 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 بجر الجيف والفطايس الفطيصة بتاعت الكلاب والكدايس بيدخلها جوه الدكان، دي الكرامة بتاعته. ما الكتاب ده اصلا بتاع الكرامات، وقال لك رضي الله عنه، تجود ما تجود بطريقتك، ده كتابه. هسه انا قلت حاجة؟ انا اخترت لك خمسة كرامات قريتها بس، ما قلت اي حاجة. طيب قال: يأتي به فيضعه داخل الدكان فكان لا يستطيع احد ان يجلس عنده. عفن مرة واحدة، زول يقعد جوه الدكان ده ما بيقدر، دي الكرامة بتاعته. وكان سيدي الشيخ نور الدين المرصفي رضي الله عنه وغيره يرسل له الحملات فيضعون له الحجر على حانوته فيعلم بالحاجة فيعلم بالحاجة فيقضيها ويقول الاسم لطوبة والفعائل لأمشير نحن نتعب وهؤلاء يأخذون الهدايا إلى آخر كلام بتاع ناس مساطيل وكلام باطل. يا جماعة ده دين الصوفية وده كلها الكتب تكتب البرعي شيخ من شيوخ الطريقة الطريقة السمانية من أعظم الشيوخ خلاص بتاع الصوفية الآن في السودان. البرعي ده بيقول كلام هنا كلام كفر عديل. أول حاجة البرعي قال بيتكلم عن شيخ أحمد الطيب البشير قال: ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب. قال: كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. قال: شيخي بيحيي الموتى وربنا قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فأحيا الموتى ده شغل ربنا. أما الاستدلال بتاع محمد المنتصر الإزيري اللي بيجيبوه في التلفزيون الأيامات دي ماسك الإعلام بيده وقاعد يكذب على الناس ويقول لهم يا أخ مشايخنا بيحيوا الموتى ومشايخنا بيخلقوا، كلام الزول ده كفر عديل أعظم وأكبر من كفر أبي لهب وأبي جهل. إنه الشبهة اللي بيجيبها للناس يقول لهم لأنه عيسى كان بيحيي الموتى. أول حاجة الكلام ده داير له فهم. عيسى عليه السلام قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ما قال أخلق الطير، شفت خطة الكلام ده، ما قال أنا بخلق الطير، قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. لسه ما بقى طير، لسه ما بقى مخلوق زي الطير اللي خلقه الله. بعد ده قال فأنفخ فيه، لما قال بقى طير حقيقي طوالي قال بإذن الله، لما قال إنه يبقى طير حقيقي ما قال أنا، قال بإذن الله. لكن جبال لما قال أخلق لكم من الطين يعني أصنع لكم من الطين شكل زي شكل الطير، لسه ما بقى حي ولا بقى فيه روح. لكن لما جاء قال فأنفخ فيه والروح جات من ربنا طوالي لصق معاه قال بإذن الله. يبقى ده ما شغل عيسى، هنا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عشان كده البغوي نقل عن السلف الصالح قالوا الطير ده ذاته الكان بيكون بإذن الله ده ذاته كمعجزة لعيسى. قالوا كان يعيش بضع دقائق أو زمن يسير يعني ويسقط يموت مرة أخرى. السلف قالوا ليميز الله بين خلقه وبين صنعة المخلوق. شفت الكلام ده كيف؟ وده ذاته بالشكل ده ما كان كامل زي يعني الطير الطاير ده، بس كمعجزة لعيسى وبالشكل ده ذاته كان يموت طوالي، وعيسى قال بإذن الله، ودي كانت معجزة لرسول من أولي العزم الخمسة من الرسل. هل البرعي رسول؟ هل المكاشفي رسول؟ هل الصايم ديما رسول؟ هل غيره من شيوخ الصوفية رسل أو أنبياء؟ لا، ما يقدر يخلقوا، خابوا وخسروا، واحد فيهم ما يقدر يخلق ولا يقدر يعمل زي ما يعمل عيسى. ليه؟ لأنه العلماء قالوا دي معجزات للرسل وللأنبياء ما بيقاس عليها. الله أدى الأنبياء معجزات عشان الناس يعرفوهم ديل أنبياء وناس رسلهم الله ما نصابين. فلو كان معجزات الأنبياء بيقدر البرعي وبيقدر
المكاشفي وبيقدرها من حياتي ولا بيقدرها غيره من شيوخ الصوفية، ما في داعي كان لمعجزات للرسل. الله ادى للرسل عشان يتميزوا من باقي البشر، من باقي البشر، عرفت كلامي؟ بعدين ده المولي زول بيقول انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا الواحد، يعني انا الله، يعني الفرد الكبير بذاته. ده ما ممكن يكون ولي، ده ما ولي، ده كافر. الحلاج قال شنو؟ كتاب اسمه التواصيل، قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. ابو يزيد البسطامي كان بيقول شنو؟ كان بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. محي الدين ابن عربي كان بيقول شنو؟ كتاب الفتوحات المكية عندي موجود، كان بيقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. ناس بيسبوا في الله، يكون أولياء الله كيف؟ شوف يا شيخنا، ما في حاجة اسمها صوفية خالص، في دين الله الواحد ده بس. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد درب. النبي صلى الله عليه وسلم رسمه في الواطة دي واحد، لا يمكن يكون اثنين طريقين يوصلوا إلى الله. خليك من الليلة في ألف طريقة صوفية، ألف، غير الأحزاب والفرق الموجودة الأخرى، طريق واحد بوصلك لي الله، واحد بس. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تبقى صوفي، لا تبقى سماني، لا تبقى قادري، لا تبقى أخو مسلم، لا تتبع أي طريقة ولا أي حزب ولا أي جماعة، خليك مع كتاب ربنا وسنة رسوله وفهموا بهم الصحابة والسلف الصالح، والله تنجو. لكن مجرد ما مرقت من الكلام ده، مرقت من كتاب ربنا وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتابعت طبعت الفرق والطرق والأحزاب وغيره، أعرف إنك أنت فارقت الدرب، أعرف إنك فارقت الدرب. لأن ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، تتبرى منهم كلهم، ده الدين الله كده. واحد قال لي علق أخيرا على السفر بتاع شيوخ الطرق الصوفية لأمريكا، أوباما والبيت الأبيض الكونغرس دعا شيوخ الطرق الصوفية، خليفة البرعي القاعد اسمه الفاتح البرعي، وخليفة داك الكباشي، وخليفة الفاتح غريب الله، ومحمد المنتصر اللي اسمه الإيزيريك الدجال بتاع القنوات ده، دعوهم مشوا أمريكا، مشوا أمريكا فرحانين مبسوطين الصوفية. والله لو فيهم زول بيفهم من أتباعهم، ده أكبر دليل على إنه ديل ضالين. أمريكا مبسوطة منهم، خليك معي خليك معي، أمريكا مبسوطة منهم جدا. النصارى مبسوطين من الصوفية، يبقوا الصوفية على حق كيف؟ ربنا قال ما بيننا وبينكم القرآن ولا حاجة تانية؟ القرآن. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أمريكا الليرة راضية عن شيوخ الطرق وقدمت لهم دعوة، هسه في أمريكا قاعدين وهو ده المصورين عندي في الموبايل، واقفين الشيوخ واحدين واقفين فوق، نفس الصورة بتاعت لعبة الكورة، نفس الطريقة، واحدين قاعدين تحت ما عارف في حارس مرمى ولا ما في، وده مصورين عندي موجودين. ده دين؟ ده دين؟ وبرضه يقول لك انتوا الوهابية أتباع مستر هنفر اليهودي. أتباع مستر هنفر منو؟ الليلة هسه قاعدين في أمريكا في الكونغرس الأمريكي في البيت الأبيض. أوباما ما قال مبسوط جدا من شغل الصوفية في السودان. أوباما بيكون مبسوط من السلفيين؟ يقدر يكون مبسوط؟ ما بيقدر، لأنه ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لحد بتين حتى تتبع ملتهم. إذا بقى دينك زي دين اليهود والنصارى يا دوب أوباما بيتبسط منك. ده تعليقنا على هذا الأمر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير، جزاكم الله خير جميعا، وبارك فيكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.